نجدد العهد والميثاق مع من غذوا شجرة حرية هذا الشعب بدمائهم الزكية. جئنا لنقول لهم إننا على الدرب سائرون، ونقول لهم أننا وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية وعسكرة الشوارع، إلا أن أوفياء هذا الشعب بعلمائه وشبابه ونسائه وعلمائه هم متواجدون معكم، ومن أجل الأهداف التي خرجتم من أجلها. ما يثلج الصدر أن هذه الثورة تنوعت بكوادرها بعلمائها وبشبابها وبشيوخها، وخير مثال هذا الشيخ الذي لا زال مرابطا في الساحات ومرابطا في الأماكن التي يتوقعها الشعب منه، متواجدا سواء في الزيارات أو في التأبينات. وكذلك أنتم يا شباب ونساء الثورة، هذا هو الذي يثلج صدور شهدائنا الأبرار في رياضهم، وأنهم لا زالوا وأنهم يعلمون أنكم لا زلتم سائرون على نفس الدرب. وأيضا أن أولياء الدم لم يتخلوا عن دماء شهدائهم وعن دماء هذه الكوكبة التي ضحت من أجل هذا الوطن، فنجدهم في الساحات وهم متواجدون في كل المواقع حتى يأذن الله لنا جميعا بالنصر، فإما النصر وإما الشهادة، وهذه عبارة يرددها هذا الشعب. كلمة إلى والد الشهيد ياسين بهذه المناسبة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، السلام على شهداؤنا الأبرار، السلام على تلك الدماء الزكية التي سالت، السلام على آباء الشهداء، السلام على أمهات الشهداء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حقيقة عندما نقف على روضة من رياض الشهداء لا نعرف ماذا نقول. تدور في مخيلتنا كثير من الأمور، ماذا عساني أن أقول، وهل كلماتي ستفي حق ما قدم هذا الشهيد وما قدم ذاك الشهيد وما قدم الشهداء. لذلك تدور الأفكار في عقولنا لنبحث عن كلمات ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي هؤلاء الشهداء. كثير ما يطلب منا أن نلقي هذه الكلمات. أول ما طلب مني والد الشهيد حسين الجزيري أن ألقي الكلمة لما تردد وأقول مشغول وكذا. طبعا نحن نفدي هؤلاء الشهداء. سأتحدث قليلا واسمحوا لي. ذات مرة كان معي والد الشهيد أحمد فرحان، وكنا ذاهبين لتأبين أحد الشهداء. هذا الإنسان البسيط، هذا الإنسان المرح، رغم ما حدث لابنه واستشهاد ابنه بالطريقة التي عرفناها وكيف تم المتاجرة برأسه لكل الثورات، يقول لي بعفويته طبعا، يقول كان الأمر في منتهى البساطة. طبعا يتحدث عن حل، يتحدث عن حلول. كان الأمر في منتهى البساطة منذ سقوط أول شهيد والاعتذار الذي سمعتموه. يقول لو أتى أحد أبنائك وطلب منك مبلغا، أنت أب
وطلب منك هذا الابن مبلغا بسيطا، ربما نقول 20-30 دينار، وأنت كأب قلت يعني رديت عليه ما بعطيك هذا الأب، هذا الابن أين يتوجه؟ أنت والده، يرجع في مطالبته ويلح في مطالبته، وأنت كأب تتمنى ربما لظروف معينة، ربما لأمر آخر، هذا الابن يقول أنت والدي، أذهب لمن أنا أخذ هذا الحق، وأنا محتاج ومن الضرورة أني أستلم هذا المبلغ. لا ساومه الأب، هذا كلام والد الشهيد أحمد فرحان، وهي يعني عبرة، يعني يقول ما ساوم الأب، يعني بعطيك النص، بعطيك 3/4، بعطيك كذا، لا، قال له ما بعطيك. طيب، ازدادت المطالبة من الأب بالمبلغ، وصلت حدة الغضب للأب، الأب حمل شيء ما وضرب الأب، تعورت عين الولد. الآن أصبح العلاج أكثر من قيمة ما طلبه الولد، وهنا تتدخل الأم وتتدخل. الآن الحل خلاص انتهى، بعد ما في حل الحين، انتهى الحل. هذه طبعا هو ببساطته يقول هذا الأمر، وهو يجسد لنا الواقع الذي نحن نعيشه. عندما نجتمع نحن على قبور الشهداء، أنا أتساءل هل هذا واقع أو غير واقع؟ قبور شهداء، دماء شهداء، الحل أو من توجه بطلب الحوار مع الطرف الآخر، الطرف المتسبب في إزهاق هذه الأرواح البريئة. طيب، كيف هو الحل؟ نعم، نتفق معكم في الحوار، نتفق معكم فيما توجهتم إليه، وهذا مبدأ عاشت عليه البشرية، الحوار والتصالح والتسامح. طيب، إذا أردتم أن يكون هذا الحوار ناجحا، وأنتم تنشدون العدالة، العدالة الانتقالية، العدالة بديمقراطيتها، العدالة بجميع الأنواع، احملوا ملف الشهداء، احملوا دماء الشهداء، قدموا لمن تتفاوضون معه هذه الدماء، إن وافق على طلبكم وتفاوض معكم باسم دماء الشهداء. العدالة لا تتم ببعض القشور، العدالة تتم من خلال اللب. إذا تحقق هذا الأمر وتفاوض معكم الطرف الآخر، نحن سنكون أول من يصفق لكم، ولكن أنتم ترون كيف هو التعنت، وهل أصبحت دماء الشهداء رخيصة؟ دماء الشهداء التي لا زالت طرية ليومنا هذا، إن تسامحنا فيها من أي طرف كان، إن كان هناك تسامح على دماء الشهداء، لن تكون هناك عدالة. العدالة تبدأ من خلال هذه الدماء الزكية. نحن كعوائل شهداء ينبغي لنا أيضا أن نرفض. على ماذا نحن؟ يعني نحن لا نختلف معكم، أنا لا أختلف معكم في حوار، لا أختلف معكم فيما توجهتم إليه من مفاوضات، من حوار، أنا أختلف معك في واقع. أنا لا يهمني هذا الأمر الذي أنت تتوجه فيه، أنا أختلف معك في واقع، وهذا الواقع أنتم تحدثتم عنه بملء الفم وبكلمات فاقت كلماتنا نحن، وفاقت كلمات آباء الشهداء وعوائل الشهداء. إذن كيف نتعاطى مع هذا الحوار؟ يجب أن نحمل هذا الملف. إن تفاوض الطرف الآخر على أساس هذه الدماء، نعم، بوركت مساعيكم. هذا ما هو نحن عليه الآن، نحن أمام أمرين من خلال هذا الملف، ملف الشهداء،
إن كنا ما خرجنا له مطالب محقة أو ما خرجنا له هو عبث. إن كان خروجنا من أجل المطالب المحقة، إذن كيف نضيع هذه المطالب الآن وننسى هذه الدماء؟ هذه المطالب ترتبت عليها أمور، فاقت هذه المطالب كان بالإمكان الإصلاح، ولكن أين الإصلاح الآن؟ احملوا ملف الشهداء، تفاوضوا باسم دماء الشهداء، ونحن سنرحب بكم وبحواركم، وأما غير ذلك فلن نقبله أبدا. اسمحوا لي على الإطالة، وشكرا لكم، ورحم الله شهداؤنا الأبرار.